مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية، بناء الشخصية هدفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس من دروس الوحدة الخامسة، وعنوان هذا الدرس: الخمر رجس من عمل الشيطان. نبدأ في قراءة الدرس لاستعراض أهم ما جاء في هذا الدرس. تعد الخمر من أقدم المواد المخدرة التي تعاطاها الإنسان، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل وتستره، أي تغطيه وتفسد إدراكه، فكل ما من شأنه أن يسكر أو يعد خمرا من الناحية الشرعية، سواء كان من الحبوب أم الفواكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. فهل الخمر والكحول سم أم دواء؟ إن الخمر هي السم الذي يجده كل من يهرب من مشاكله من مضطربي الشخصية، فجرعة واحدة منها قد تسبب التسمم والهيجان والخمود، وقد تؤدي إلى الغيبوبة. أما الإدمان على شربها فقد يؤدي إلى التهاب المريء وتقرح المعدة والتهاب البنكرياس وتشمع الكبد وتسريح حوادث تصلب الشرايين والإصابة بمختلف أنواع فقر الدم والهذيان الارتعاشي والتأخر العقلي، إلى جانب تثبيط وظيفة قشرة الدماغ وتعطيلها، فضلا عما يلازم مدمن الخمر من أمراض نفسية كالاكتئاب والعزلة والتوتر. ما أقبح الخمر: تذهب العقل وتنهك الصحة وتضيع المال، ومتى ذهب العقل حل الإجرام. من أجل ذلك كله شدد الإسلام على تحريم شرب الخمر وعقوبة شاربها، فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبالي. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبالي؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما أسوأ ألا تستجيب النفوس لهذا الأمر، خاصة وأن تحريم الخمر في الإسلام لم يأتي دفعة واحدة، بل جاء عبر مراحل وخطوات تمهيدية لعلاج الأمراض الناجمة عنها والمتغلغلة في حنايا النفوس وخلايا الجسد. وهذا من الحكمة التي انتهجها الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية، فقد سلك بالناس طريق التدرج في تشريع الأحكام حتى تتهيأ لها النفوس وتصبح قادرة على تطبيقها بقناعة فكرية وقبول نفسي. فبدأ بتنفير الناس من الخمر بطريق غير مباشرة، خطوة أولى، وذلك حين أنزل الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وهي تتضمن تلميحا إلى ضرورة مع وجود منافع اقتصادية للنخيل والأعناب. ثم تبعتها الخطوة الثانية، وهي تحريك الوجدان الديني في نفوس المسلمين وتنفيرهم بشكل مباشر من الخمر عن طريق الموازنة بين نفعها المادي الضئيل وضررها الجسدي والروحي الكبير، بنزول الآية الكريمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
ثم كانت الخطوة الثالثة وهي التحريم الجزئي للخمر في أوقات الصلاة لما لها من أثر سيء على العقل والتفكير، فهي تفقد شاربها القدرة على التركيز والتوجه في أثناء إقامة فريضة الصلاة. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعد ذلك جاءت الخطوة الحاسمة وهي التحريم القطعي للخمر، وفي جميع الأوقات بعد أن تهيأت النفوس والأجساد لها. فصدر الأمر الجازم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهناك فكرة غير صحيحة عند بعض الناس ممن يرى أن الخمر تزيد من قوة الشخص وقدرته وتهبه الشجاعة والجرأة، فإذا به يعمل من الأعمال ما لا يستطيع أن يعملها دونها. والحقيقة أنه يعمل ذلك وكأنه فاقد لشعوره، وما تلك القدرة إلا وهم، والقوة والشجاعة التي يظنها إنما هي العقل الذاهب والرأس الدائر، وهي في الواقع قوة وشجاعة أقل من طاقته الحقيقية الواعية. كما يشيع شارب الخمر أن لها فوائد ومزايا مادية وطبية، فهي مفيدة للجسم ودواء له من أمراض البرد. وقد دلت الأبحاث العلمية على ضرر الاعتماد على الخمر كوسيلة غذائية، إذ ثبت أنها تضر أجهزة الجسم، وأكدت الإحصاءات لشركات التأمين أن مدمني الخمر قصار العمر، علاوة على أن مقاومتهم للأمراض ضعيفة، خاصة أمراض البرد، مما يؤدي إلى إصابتهم بالكثير منها. فأجدر بأن يرد على هذا القول، ويدرك الجميع أن للمسكرات أضرار وأخطار تفوق ما قد يكون لها من منفعة ضئيلة هزيلة، ويؤمن بأن الإسلام بنهيه يهدف إلى بناء شخصية الإنسان المسلم وحمايته في جسمه ونفسه وعقله من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق به وتقوض دعائم الحياة السليمة. أولا نبدأ في حل الأسئلة، أنمي لغتي. السؤال الأول: أصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها. الكلمة: تعاطاها، تنفير، جرعة، تثبيط، المعنى: كمية قليلة، تناولها، تضعيف وإفزاع وإبعاد. نجد أن كلمة تعاطاها معناها تناولها، وكلمة تنفير إفزاع وإبعاد، وجرعة كمية قليلة، وتثبيط معناها تضعيف. السؤال باء: أكمل على غرار المثال الذي أمامي لتحديد فعل الكلمة ثم أصلها بالمعنى المناسب لها. نجد أن الكلمة تنهك الفعل منها، أو أصلها الفعل نهك، ومعنى تنهك أي أنها تجهد الجسم. معنى الناجمة أو فعل الناجمة نجمة، ومعنى الناجمة أي الناشئة، الأمراض الناجمة عن هذا الشراب وهذا الخمر. الموازنة فعلها أو أصلها وزنة، ومعنى الموازنة هي المقابلة، أي المقابلة بين شيئين. وتقوض فعلها أو أصلها الفعل قوض أو قاض، ومعنى تقوض أي تهدم. الجازم الفعل جزم، ومعنى الجازم الشيء الجازم أو الدليل الجازم، أي الدليل القاطع. أختار كل كلمة من الكلمات السابقة وأضعها في جملة مفيدة. قوض الإسلام دعائم الكفر في جزيرة العرب وما حولها. السؤال الثاني: تعد الخمر رجس من عمل الشيطان. تعددت المعاني التي تفسر كلمة الرجس،
ولكن هناك كلمة بين المعاني التالية لا تفسر معنى أو كلمة الرجس. فنجد أبناء الطلاب أن كلمة الخمر أو الرجس شيء قذر وشيء قبيح وشيء نجس وشيء حرام، وتؤدي إلى الكفر، وتؤدي أيضا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. فنجد أن الكلمة هي الصوت، فالصوت ليس له علاقة بالخمر أو الرجس. السم، الهذيان، الإدمان، مصطلحات. أضع كل مصطلح مما سبق أمام المعنى الذي يدل عليه. المداومة على الشيء وعدم الإقلاع عنه، كل مادة سامة، اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي. نجد أن المصطلح الذي يدل على المداومة على الشيء وعدم الإقلاع عنه هو الإدمان. ونجد أن معنى أو المفهوم لكل مادة سامة هو السم. وأخيرا الهذيان، اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي. ثانيا أجيب السؤال الأول، لما سميت الخمر خمرا وما حكمها في الإسلام؟ سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل وتستره وتفسد إدراكه. حكمها في الإسلام هي محرمة في الشريعة الإسلامية كما نصت الآيات الكريمة. السؤال الثاني، أسمي أعضاء الجسم التي تتضرر من إدمان شرب الخمر. نجد أبنائي الطلاب أن جميع أعضاء الجسم تتأثر تأثيرا كليا بالخمر، ومن هذه الأعضاء المريء، المعدة، البنكرياس، الكبد، القلب، الدماغ. السؤال الثالث، ما المزر؟ وماذا كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي سأل عنه؟ أذكركم بأن المزر شراب من الذرة كان يشربه أهل اليمن، حيث جاء رجل من جيشان، وجيشان قرية باليمن. رد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه بقوله كل مسكر حرام، فهذا شمول وعموم بأن جميع المسكرات حكمها حرام. ما العقوبة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لشارب الخمر في الآخرة؟ العقوبة هي أن شارب الخمر يسقى من طينة الخبال، وهي حرق أهل النار أو عصارتهم يوم القيامة والعياذ بالله. ثانيا أجيب، كيف جاء تحريم الخمر في الإسلام ولماذا؟ جاء تحريم الخمر بالتدرج، ومعنى التدرج أبناء الطلاب هو أن نضع شيئا بسيطا فشيئا أكبر فأكبر حتى نصل إلى النهاية، وهي حرمة هذا الشيء، وذلك حتى تنتهي النفوس لهذا التحريم وتصبح قادرة على تطبيقها بقناعة فكرية وقبول نفسي. السؤال السادس، اذكر طرائق النهي التي سلكها الشرع الإسلامي في تحريم شرب الخمر. أولا، جاء التلميح لوجود الضرر مع وجود منافع اقتصادية، لأن في البداية أبناء الطلاب نجد أن هناك كان هناك تبادل بين السلع كالخمر والتمر والقمح والشعير، وهناك أيضا موازنة لأن الإثم أكبر من النفع. والتحريم الجزئي في أوقات الصلاة لتأثيرها على العقل والتفكير، كيف تصلي وأنت مخمور أي مغطى العقل؟ التحريم القطعي في جميع الأوقات لتأكيد وجود ضرر ووجوب الترك. السؤال السابع، ما الهدف من نهي الإسلام عن شرب الخمر وغيره من المسكرات؟ الهدف من النهي هو بناء شخصية المسلم، بناء حقيقي، وحمايته في جسمه ونفسه وعقله من كل الأضرار. في النهاية أشكركم أبناء الطلاب
على حسن المتابعة، وحفظ الله لنا وطننا الغالي وحفظكم وآباءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بمشيئة الله تعالى في تكملة هذا الدرس بإذن الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.